نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. شكرا على طرحكم لهذا السؤال الوجيه. معك نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بالمغرب. فيما يخص هذه السنة الدراسية، كيف كتعرفوا بأنها كانت سنة ديال الجائحة، وحنا كنعيشوا في واحد الظرفية اللي هي استثنائية اللي كيعيشوا جميع دول العالم. وهذه الظرفية الاستثنائية كنعيشها في قطاع التربية والتعليم. وفي قطاع التربية والتعليم تفرضت دابا حسب هذه الظرفية الاستثنائية، تفرضت على التلميذات والتلاميذ واحد الصيغة من التعلمات، تعدد ديال الصيغ ديال التعلمات اللي هي كاينة الآن في المدرسة المغربية بشقيها العمومي والخصوصي. هاد الصيغ ديال التعلم نقصت من الحصيص الزمني ديال التمدرس عند التلميذات والتلاميذ. مثلا التلميذ باش كان كيقرا 6 أيام في الأسبوع، تيقرا 3 أيام في الأسبوع. ومن تنقص الحصيص الزمني ديال التمدرس عند التلميذ، زاد اثر على هذا الحصيص الزمني الاضرابات المتتاليه ديال الاطور ديال الاكاديميه الان اللي هي كاينه في اللي هي حاصله دابا الان. هنا هذه المساله ما كتضمنش لينا تكافؤ الفرص عند التلميذات والتلاميذ في المدرسه العموميه والمدرسه الخصوصيه. فين كاين هذا المشكل ديال انعدام تكافؤ الفرص؟ فين كاين هذا المشكل ديال انعدام تكافؤ الفرص؟ هذا المشكل ديال انعدام تكافؤ الفرص هو كل مؤسسه تعليميه كتشتغل بالصيغه التعليميه اللي كتلقاها مناسبه لها. مثلا كتلقى مثلا مؤسسه كتوفر فيها بنيه تحتيه اللي يمكن لها تشتغل بالصيغه التعليميه ديال 100%، وكاين مؤسسات تعليميه اللي كتشتغل بصيغه ديال التناوب ديال 50%. اللي هو فيها تعليم حضوري وتعلم ذاتي، اللي هو الان الاباء والتلاميذ ما عارفوش شنو هو التعلم الذاتي، وحتى الاساتذه ما عارفينش كيفاش يتعلموا التعلمات الذاتيه. اذا كاين هذا المشكل، وكاين مؤسسات كتشتغل ب 25%. اذا هنا ولا ضرب في تكافؤ الفرص والانصاف للتلميذات والتلاميذ ديال المدرسه العموميه. هنا فين جا الدور ديالنا حنا كفيدراليه واباء اولياء التلاميذ، من خلال التقارير اللي وصلتنا من جميع الاقاليم والجهات على الصعيد الوطني، على اساس باش نذكروا الوزاره وباش ندقوا نقص خطر الوزاره باش دير قرارات اللي هي كيفاش يمكن لها غتنهي هذه السنه الدراسيه، كيفاش يمكن لها غتنهي هذه السنه الدراسيه. احنا بالنسبه لنا الاقتراحات ديالنا اللي جات في البيان اقتراحات واضحه، قلنا بيمكن الوزاره خاصها تدير قرارات. هاد القرارات شنو هي؟ اما غادي تكثر من الدعم التربوي لهذا الشيء اللي ضاع للتلميذات والتلاميذ، والدعم التربوي المؤدى عنه، ماشي الدعم التربوي اللي غنطلبوا الناس باش يديروا دعم تربوي، دعمهم تربوي مؤدى عنه. واش غادي تمدد في السنة الدراسية كي قلتي دابا؟ غيكون تمديد في السنة الدراسية ولا غيكون تقليص في المقرر؟ وهنا طلبنا من الوزارة باش دير تنزيل ديال الأطر المرجعية اللي غيتمتحنوا فيها التلاميذ. وكيفاش غيتكون هاد التنزيل ديال الأطر المرجعية؟ بعد الاطلاع الوزارة على تقرير، بعد اطلاع الوزارة على التقرير التركيبي ديال المفتش العام اللي طلبته الوزارة باش يدير هاد التقرير. هاد التقرير التركيبي شنو هو؟ غادي يدير لنا تقييم للسياق التعلم اللي كانت عند اللي يقراو بها التلاميذ. هاد السياق ديال التعلم اللي يقراو بها التلاميذ، واش في المجال القروي هو المجال الحضري؟ واش في الهوامش هو هذا؟ واش فعلا التلاميذ استفدوا من التعلمات الذاتيه والتعلم عن بعد؟ شحال نسبه التلاميذ اللي كانت في هاد التعلم الحضوري والتعلم بالتناوب؟ شحال نسبه ديال التلاميذ اللي كانت عن بعد؟ اشنو هو اللي قراو التلاميذ وشنو هو اللي ما قراوش التلاميذ؟ بالنسبة لهذه الاقتراحات هي قابلة للأجراء. ملي تنقول هذه الاقتراحات ديال الدعم التربوي المؤدى عنه قابلة للأجراء، تمديد السنة الدراسية مثلا حتى لأخر شهر 6 وبداية شهر 7 مثلا بداو الامتحانات الإشهادية، هذا الشيء قابل للأجراء بحد هذا الوقت. إذا خاص الوزارة تشتغل في واحد السرعة ثالثة اللي تشتغل بها الوزارة باش تحقق هذه المشاكل وتفتح قنوات الحوار
لان المصلحه العليا للتلميذات والتلاميذ كتطلب منا جميعا جميع المتدخلين سواء وزاره التربيه الوطنيه سواء الحكومه سواء الاساتذه العاملين بالقطاع باش يتفتح واحد الحوار اللي هو بناء ويتحلوا فيه المشاكل ونستحضروا فيه المصلحه العليا للوطن ونستحضروا فيه المصلحه ديال التلميذات والتلاميذ ونستحضروا فيه مجموعه ديال الامور اللي كتهمنا في الوطنيه ديالنا ونستحضروا فيه كذلك هذا رمضان الكريم اللي احنا على الابواب ديالو. نحن دابا كفدرية وطنية فاتحين حوار مع وزارة التربية الوطنية، أنا شخصيا الآن كنتصل بوزارة التربية الوطنية وبسيد وزير التربية الوطنية باش كيفاش نلقاو الحلول اللي حل هذه المشاكل الآن، لأن أشنو كاين دابا مطروح؟ لأن كاين تلاميذ ديال الامتحانات الإشهادية اللي هما في السنة الثانية بكالوريا اللي مقبلين على امتحانات ديال المعاهد العليا، وهاد التلاميذ خاصهم واحد الكم من الكفايات اللي باقي الان ما تلقاوهاش وضروري خاصهم يتلقاو هاد الكفايات، الكفايات في المواد اللي هم مقرر خاصهم يكملوها خاصهم يقراوها خاصهم يتعلموها، اذا هاد الكفايات اللي خاصه لهاد التلميذات والتلاميذ ضروري وزارة التربية الوطنية تلقى لها الحل، وحنا الحل راه اقترحنا على وزارة التربية الوطنية، لأن الحلول باينة، راه أي واحد يشتغل في القطاع تتبان لي الحلول الممكنة حاليا، الممكنة نديروها، اللي يمكن نديروها، علاش؟ لأن دابا ملي كنقول المعاهد العليا، أول حاجة كنستحضروها هي أن الآن الإدارة التربوية هي مقاطعة منظومة مسار، وملي كنقول الاداره التربويه مقاطعه منظومه مسار ومقاطعه مجموعه ديال العلاقات ديالها العمليات ديالها اللي كتربطها بالوزاره غنقولوا واحد الفوضى عارمه داخل المؤسسه التعليميه داخل المؤسسه التعليميه. بالنسبه لنا شكرا على نجمه تي في على الدعوه ديالكم للفدرالية الوطنيه لهذا الاستجواب الصحفي، وتنتمنوا ان شاء الله لان انتم كوسائل الاعلام راه كتحاولوا توصلوا للمشاهدين ديالكم والاباء والامهات تقوموا بالدور ديالكم كتقول بحال دابا في هذا اللقاء اللي كتبينوا ما هي الادوار التي تقوم بها الفدراليه الوطنيه لفائده الاسر والاباء، وحنا ان شاء الله غادي نقوموا بالواجب ديالنا ونطمئن الاباء والامهات وطمئنوا الاباء والامهات، لان احنا الان كنشتغلوا مع وزاره التربيه الوطنيه باش ان شاء الله غادي يكونوا حلول اللي ان شاء الله غادي تحل هذه المشاكل كلها ان شاء الله اللي كاينه في المستقبل. وتحيه لكم وشكرا. ديروا لايك وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا باخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام.